مرحبا إلى الجميع من بيروت والأردن، وعم ندخل إلى مستشفى، البشير الحكومي في الأردن. حنين، مرحبا. مرحبا حنين، يعطيك العافية. أول شيء الله يعطيك يعافيك، العافية، الله يعافيك. من بيروت، إلى الأردن إلى مستشفى بشير الحكومي مع حنين الممرضة داخل المستشفى أنت هلأ حالياً. أول شيء تحياتي لكل الطاقم الطبي، من ممرضين، من أطباء، من مسعفين، من صيادلة في لبنان، في الأردن وفي كل العالم، لأنه فعلاً أنتوا الخط، الدفاع الأساسي بهذه المعركة. شكرا كثير لك، وشكرا لهي اللفتة الكثير حلوة. أنا الممرضة حنين عائد الطميم، ممرضة قانونية في مستشفى البشير الحكومي في قسم النسائية والتوليد والأطفال. نحن بالعالم أجمع بنواجه موجة الفيروس كورونا، وإن شاء الله إنه يختفي من العالم، وإن شاء الله نكون على قدر عالي من الكفاءة لنتخلص منه ونسيطر عليه. انتوا، حنين مثل ما قلت بالصفوف الاماميه. قبل ما اسالك عن اول شيء بدي احيي الممرضه يلي حدك، تحياتي، الك، لابسه هلا البي بي اي، يعني لباس للحمايه الشخصيه. حنين، سؤال، كان عندك، شو اختلف عمل حنين ما قبل فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وما بعد دخول هذا الفيروس وتصير، حنين في صلب المعركة؟ صراحة صار عنا دافع أكثر، لأنه نحن نحمي حالنا، نحمي المرضى، سبل الوقاية في التعامل مع المرضى وتوعية الناس. يعني مش كل، يعني نحن بالفيلد، الطبي نحن بنفهم الأمور الطبية، ونفهم إنه أي مرض ممكن إنه ينقل عدوى، لكن بدك تصير هسه تثقف العالم جميعها في إنه ياخذوا الحماية اللازمة، الوقاية اللازمة، لا يتجنبوا أي مرض، مش بس كورونا، لأي مرض ممكن إنه ينتقل عن طريق المستشفى أو عن طريق أي عدوى تانية. وكيف إذا كان هذا المرض هو فيروس كورونا يلي هو فيروس اللي بخوف فيه سرعة، انتشاره؟ حنين، سؤال، حنين، كان عندك، خيار؟ يعني كنت فيك تقولي لا؟ نحن ما انجبرنا للأمانة، نحن كوادرنا في كادر البشير الحكومي كاملة ما حد انجبر في إنه يتعامل مع هاي المرضى، لكن زي برجع بحكي نحن مهنتنا إنسانية. يعني لما عرض علينا إنه نجبر كلياتنا كنا على أهبة الاستعداد. لما فتح قسم التوليد للكورونا فتحنا نحن هنا قسم خاص للتوليد لحالات الكورونا، لانه كمان الامير حمزه ما في غرفه ولاده، فالبشير هي باداره الدكتور محمود دوله ورئيس الدكتور عبد المانع سليمات بفتح غرفه ولاده كامله ومجهزه كامله لاستقبال النساء في حالات الولاده واطفالهم ما بعد الولاده، والاطفال من عمر اشهر لعمر 10 سنوات. حنين، عم تحكيني، عن الأطفال، وعم تحكيني تم، تخييركم، يعني سألوكم إذا أنتم بدكم تكفوا طبعا بهذه كان المهنة لما وصل هذا المرض. ولكن سؤال أساسي، حنين الأم، أيضا الأم، يعني اليوم بتعرفي لما أنت، عم تحكي عن الأطفال وحماية الأطفال لما بيخلقوا، ولكن أنت أيضا أم عندك أطفال. صحيح. طيب، صراحة بحط حالي مكان أي أم، نحن أمهات فنشعر مع بعض، فبما إني أم ما بخلي الأطفال التانيين، يعني ما بقدر أحكي إنه لا أنا ما بدي أتعامل مع هذا الطفل لأنه مريض كورونا، لأنه أنا خايفة على حالي أو خايفة على أطفالي. كمان هاي الأطفال بدها رعاية، وهاي الأطفال بدها ناس تقوم في واجبها. إذا كل التمريض بده يتخلى عن واجباته فما بتصفي مهنة إنسانية. أي تنازلات قمت فيها كحنين الأم لما أخذت قرار تدخل إلى قلب المعركة وتواجه مرض فيروس كورونا المستجد كوفيد 19؟ صحيح، التنازل الوحيد انه كأنا ممرضة وبشتغل بالفيلد ونشتغل مع المرضى، الاشي الوحيد اللي انا
يعني خايفة عليه صراحة أطفالي، إنه أشوفهم صار لي تقريبا شهر ما شفتهم، اف لأنه خايفة أنقل لهم عدوى، خايفة إنه يصير معهم إشي لا سمح الله. فلا نحن بنحمي حالنا وبنحمي أطفالنا إن شاء الله، وحتى أطفال غيرنا. نحن أمهات لكل البلد، لكل أطفال البلد. حنين اطفالك قديش عمرهم وكيف فسرتي لهم؟ يعني اطفال هن بحاجه الى امهم، كيف فسرت لهم امهم وكيف تم لحظه الانسلاخ عنهم لما قلتي لهم انا بدي اروح؟ وكيف طفل بيستوعب هيدا الشيء؟ أنا أطفالي يعني نوعا ما كبار شوي، عمرهم 10 سنين و11 سنة. فلما صار إنه الموضوع إنه في مرض بنتقل عن طريق اللمس، وإنه أنا ممكن أنا أسبب عدوى لأطفالي، حكيت معهم إنه ماما أنا ما بصير أشوفكم، ما بصير أنتوا تيجوا لتزوروني، لأنه ممكن أي لحظة لا سمح الله أنقل لكم عدوى. فأنا ما بقدر أخذ إجازة، لأنه إحنا التمريض ما بصير ناخذ إجازة، نحن حالة طوارئ، إحنا الناس الوحيدين، إحنا والأجهزة الأمنية لازم نكون متواجدين على رأس عملنا بأي لحظة بأي شفت، فلازم أنتم تتحملوني وأنا بتحملكم. وفعلياً يعني بنحكي تليفونات مع بعض صراحة، صار شهر ما شفتهم وتقبلوا الفكرة، وإن شاء الله إنه يا رب تخلص هاي الأزمة وتعدي على خير وأرجع أشوفهم يشوفوني. كيف تتواصلي معهم؟ كل قديش تتواصلي معهم؟ على يعني بتعملي معهم تليفونات صراحة، نحكي تليفون، لأنه هون في عندنا حظر تجول بالأردن، وصعب إنه أنا أروح لعندهم وصعب حنين؟ نجيب. فيني بدي اقاطعك بس فيني اكشف سر بعتقد كلهم شافوه. اول ما حكيتي عن اولادك وحنين الام حكيت من خلال الكاميرا، شفت دموع بعيونك. يمكن هيدي من اصعب اللحظات لما الام بدها تنعزل عن اولادها، يمكن هيدا اصعب شيء ممكن. اصعب شعور انه ما بتقدر تحضنهم، ما بتقدر تكرب عليهم نهائي. يعني من فتره، من اسبوعين او الاسبوع اللي فات بالتحديد، كان عندنا طفل مشتبه فيه، طفل عمرها سنتين. شفنا معاناه الام، هي تحت ضغط وتوتر، هي بنتها مصابة أو غير مصابة، كون إحنا مستشفى البشير نستقبل الحالات فقط المشتبه فيها. في حال ثبوت الفيروس تحول الحالة لمستشفى الأمير حمزة. بهاي الأثناء كانت الأم كثير متوترة، خايفة على بنتها، صعب تتعامل مع البنت. فكلياتنا أمهات، فكلياتنا بنشعر مع بعض. فهي نفس الشيء شعورها، نفس الشيء شعوري أنا. إحنا أمهات يعني بنشعر في بعض، بنعرف إنه اصعب شيء انه انا ما اقدر امسك ابني او احضن ابني لا مرض لا سمح الله، او لا أوف. أوف. او لا شيء يعني خارج عن نطاق السيطره. فاطفالي وصلتهم الفكره انه انا يعني مش بعيده عنكم، الحمد لله، لا مرض او لا حرب او لا شيء، نحن بعيده لاداء واجب وطني، وواجبي اني اقدم خدمه للوطن. حنين الام، شو أصعب سؤال سألك ابنك اللي عمره 10 أو 11 سنة؟ لا مش أصعب سؤال، هو امبارح طلب مني إني أحكي مع دورية الشرطة إنه ماما أنت بتقدر تخلي دورية الشرطة تيجي تاخذنا وترجعنا، نشوفك شوي وترجعنا. فهذا كان أصعب إشي. شو قلتي له؟ حكيت له ما بصير، لأنه أنا ماما ما بدي أنت تنعدى مني أو إنه أنا تشوف إشي مني، وانا يعني انا ازعل عليك وانت تزعل علي. لا ماما، بنضلنا هيك، بتخلص ان شاء الله الازمه على خير، وان شاء الله ربنا بيرجع العالم كلياته اجمع زي ما كان، وبنرجع بنشوف بعض، بنطلع ومنطش ومنغير جو، بنعود الايام ان شاء الله. ان شاء الله كلنا ما نعود ايام. بدي ارجع على هيدي النقطه تحديدا حنين، ايمتى انت اليوم من الجنود يعني المجيشه كرمال تحارب هذا الفيروس، ايمتى حنين الام وحنين الام يعني حنين بالمعنيين، حنين الام وانت حضرتك حنين الام بيتغلب على حنين الممرضه القويه اللي بدها تحارب هذا الفيروس؟ في عملي ما يعني ما فيش مقارنه اني انا ام وممرضه، انا لازم اكون الجهتين مع بعض في دوامي، بالذات في هاي الوضع الرهن اللي احنا بنعيشه حاليا. يعني ممكن الواحد يضعف بينه وبين ذاته، انه انا يعني ظروف صعبة وانه مش مستوعبة انه الاولاد بعاد شوي، بس هاي الامور. بس في دوامي ما يعني ما في تفرقة، ما في تجزئة اني انا ممرضة وانا هسه ممرضة وبعدين
مو أم لا أنا بدمج التنتين مع بعض، الشغلتين مع بعض. حنين، بديك توصفي لي لحظة دخول مريض أو مريضة بالقسم عندكم، مش أو طفل أو مريضة مشتبه بي عندها عوارض فيروس كوفيد 19. يعني قولي لي كيف بصير القصة، كيف بتصير أول ما بيدخل حدا إلى مستشفى بشير الحكومي في الأردن؟ شوف، للأمانة نحن نعامل جميع المرضى سواء بالكورونا أو غير الكورونا بأنهم مصابين، فنحن الكل مصاب، الكل مصاب حتى إثبات العكس. فبنتعامل معهم بآلية معينة بالحماية والوقاية سواء لإلي للمريضة. هسا إذا كانت في عندها أعراض ومشتبه فيها تعامل بطريقة، يعني ما بنحسس المرضى انه انت مريضه وفيروس وما بنتعامل معك، لا بالعكس، هي بتضلها انسانه ومشاعرها تحترم، بنتعامل معها بكافه الاجراءات الطبيه، يعني بتاخذ رعايتها الطبيه والتمريضيه كامله على اكمل وجه لحين ثبوت الفيروس. اصعب لحظه قطعتي فيها خلال هذا الشهر وانت داخل المستشفى هي التعاطي مع الام، مع النساء يلي عم بيدخلوا، او هو التعاطي مع الاطفال؟ تعاطي على الكل، هو مرض بتفشى مع الكل، هو صعب على الاطفال وصعب على الكبار بالسن وصعب على الست، يعني حتى لو الست لا سمح الله مصابه هي كمان تعبانه وعندها ممكن تعدي اي حدا، تعدي اهل بيتها، تعدي زوجها، تعدي اولادها. والطفل نفس الشيء صعب لانه لا امه بتمسكه ولا بتعتني فيه، أوف. فهو على جميع يعني على جميع الجهات هو المرض صعب. كيف تعاطيتوا مع الأطفال يلي دخلوا إلى المستشفى، وأي تجربة شخصية عندك إياها أنت حنين مع طفل؟ زي ما أنا حكيت، كان دخل عنا لأنه مشتبه فيه، كان جاي لنا من الحجر الصحي من فنادق البحر الميت، فتم وضعه عنا بالقسم، وحكيت أنا عمرها سنتين، عملت كأنها مريضة، يعني ما حسسنا إنه الأم إنه بنتك تعبانة أو إنه بنتك ممكن يكون فيها إشي مو كويس. قديش عمر البنت كان؟ كان سنتين ونص، لحين بينت النتيجة سلبية والحمد لله روحت على البيت بعزل منزلي، حتى لو إنه كانت سلبية. بهالفترة لتطلع النتيجة سلبية، كيف تعاطيتوا مع الطفل؟ طفل عمره سنتين ونص قلتي لي، يعني ممكن يقدر يعبر، كيف فسرتوا له؟ شو قلتوا له؟ والدته وين كانت بهذه الأثناء؟ كانت معه؟ كان لحاله؟ لا، كانت والدته موجودة معانا، كانت موجودة معانا الوالدة، وكان هو إجا على الشفت، يعني مو على شفتي أنا، على الشفت كانت في ممرضة تانية هي اللي استقبلت الحالة، وهي اللي داومت مع شفتين تانيين كانت في أثناءها طالع الفحص. تاني يوم البنوتة تخرجت. يعني الأم بقيت مع بنتها داخل الغرفة أو البنت انعزلت لحالها؟ ما أنا حكيت الحالات مشتبه فيها نعم، مؤكدة. يعني خلال إجراء الفحص وانتظار النتيجة، الأم بقيت مع بنتها داخل الغرفة. صحيح. كنت عم بقرا خبر انه صار تقريبا مش تقريبا ب 17 مارس عن اكتشاف اصابه ممرضه داخل مستشفى بشير الحكومي في الاردن، وتم اخذ الاجراءات عند دكتور محمود زريقات، اخذ اجراءات مدير المستشفى. شو صار تحديدا بهيدا النهار، وكيف تعاطيتوا انتم كطاقم تمريضي مع زميلتك اللي انصابت بهذا الفيروس بهالوقت؟ كلنا تعاطفنا معها، وكلياتنا حطينا حالنا مكانها، يعني الله لا يضر حدا ان شاء الله، يعني يا رب الله يشفيها ويشفي عائلتها. بس هو لما اكتشف عنا يعني من الكوادر، اكيد كل الكوادر راح تتاهب وراح انه تاخذ سبل وقايه اكثر، انه نمشي بالاجراءات ادق، انه بالتعامل مع المريض ناخذ سبل الوقايه كامله، بتثقيف المرضى، بتعليمهم كيف
نغسل ايدينا بالطريقه الصحيحه، التعقيم الصحيح، مسح الاسطح، نعمل هيلث اديوكيشن كامل للمريض. ونحن اصعب شيء عم بتواجهوه انتم مع الـ مع الـ مع الاحتكاك مع المرضى او 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 مع الناس لما عم تسالكم، شو اصعب شيء عم بتلاقوه، اكثر شيء من التحديات الاساسيه اللي عم بتواجهوها؟ من التحديات انه الكل خاف، كل الشعب خاف، كل العالم خافت، فانه نحن هسه اولها اول ما انتشر وانه صار في اصابات اكثر للاسف سجلت، انه صار اي حدا يشك انه هو عنده رشح، يشك عنده حراره، انه يجي على الطوارئ. فهاي كانت اصعب فتره، انه نحن صرنا نشوف اعداد مرضى باشكال هائله، لانه اي حاله بشك حاله او بتوتر او بخاف انه يجي لعنا. ف حاليا اوعز وزير الصحه انه يطلع طواقم طبيه مع الدفاع المدني، طبيب وممرض، لتخفيف الاكتظاظ في المستشفيات والطوارئ، عشان ما نحن الكوادر نفسنا ننضغط، او انه تجينا حالات ما بنعرف وين المصدر. فأوعز وزير الصحة يطلعوا تمريض ممرض وطبيب مع الدفاع المدني للحالات اللي بيشكوا من أي أعراض، بتم فحصهم كامل وسحب العينات، إذا في أعراض صحيحة ومضبوطة وبيشكوا إنه في الحالة مشتبه فيها بتيجي عنا على المستشفى، بناخذ الإجراءات اللازمة، إذا ثبت وجود الفيروس تنقل لحمزة. واهم رساله يمكن نوصلها اليوم انه لازم نبقى داخل المنزل ونلتزم المنزل مشان نحد من انتشار هذا الفيروس. وشفنا يعني اللفته الكريمه من جلاله الملك وجلاله الملكه لما اتصلوا ب ب بال بال بالمراه اللي ولدت داخل المستشفى، يعني في دعم كامل للطاقم الطبي. صراحه انا بشكر من خلالك رئيس مجلس التمريض في الشرق الأوسط الأميرة منى الحسين، شكرت الكوادر الطبية والتمريضية، نزلت لنا كتاب شكر، وكان موقع منها من جلالة الملك. جلالة الملك وثق فينا وحاطت كل أمله فينا، في الكوادر الطبية والتمريضية والأمن والأمن الوقائي والجيش. فنحن من خلالك كمان بنحكي له ابشر سيدنا، نحن قدها، وان شاء الله طول ما نحن هالبلد شو اعطتنا احنا رح نعطي بزياده. ونحن ابناء وزير الصحه، وزير الصحه اثبت جدارته بحل الازمه وسيطرته على الوضع، فنحن ابناء لوزير الصحه ونمشي على خطاه. اعطانا امل واعطانا دافع واعطانا ثقه انه مندير ازمه، نقدر نكون كد الثقة وعلى أهبة الاستعداد لأي أزمة لأي شيء طارئ. الحكومة وفرت كتير أمور للمواطن الأردني، مشكورة بجهود سيدنا الله يطول بعمره والحكومة كاملة. شكرا لك، شكرا لك حنين، الله يقويكم، الله معكم. من داخل مستشفى البشير الحكومي في الأردن، شكرا لك حنين، شكرا لكل الطاقم الطبي في الأردن، للمسعفين، للأطباء، للصيادلة، للممرضات، للأمن، لكل شخص اليوم بالخطوط الأمامية، شكرا لكم. شكرا، وتحياتنا لأطفالك، وإن شاء الله بترجعي سالمة آمنة لأطفالك الناطرينك بالبيت، وإن شاء الله الإنسانية بتنتصر على هذا الفيروس. ومشان تنتصر الإنسانية لازم كلنا نلتزم المنزل، لأنه بس بالتزام المنزل ممكن نحد من انتشار هذا الفيروس. يا رب. أنا من خلالك بوجه سيد مالك إنه رجاء خلينا في البيوت، ندير بالنا على حالنا، نحافظ على سبل الوقاية، التعقيم، النظافة الشخصية، التغسيل. أنا طول ما بيت نظيف وحافظة إنه بيت إن شاء الله ما في أي أمراض، ما في داعي لأطلع وأجيب إشي وأخسر لا سمح الله طفل أو أخسر أي فرد من أفراد العائلة. رجاءً لا تفشلونا، ابقوا في منازلكم. وعد، وعد مني إلى كل الطاقم الطبي في كل العالم أنه إذا أنا في شغلي وحدة بدي صر علي هذه الفترة، أنه يجب البقاء في المنزل، لأنه هاي الطريقة الوحيدة يلي من حد انتشار الفيروس. شكرا لك، شكرا لك
حنين، تحياتي لكم كلكم، كل المتابعين اللي عم بتابعونا هلا ومن الاردن تحديدا، شكرا لك ويعطيك الف عافيه، بعرف انه خلص دوامك هلا، يعطيك الف عافيه، شكرا لك. لك وشكرا لجهودك، الله معك. شكرا. الله معك. إذا عجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشير، ولمزيد من الفيديوز سبسكرايب بقناة مالك مكتبي الرسمية، تيرن اون نوتيفيكيشنز لتعرفوا كل شيء حصري بسرعة على القناة، تابعوني على كل منصات السوشيال ميديا.